نور، يعني وصلنا لمساحتنا الصباحية الأولى. رح نحكي فيها عن موضوع عم ينحكى عنه وكتير هو جاذب للأشياء. اليوم بدنا نعرف أسراره، قانون الجذب. بدنا نعرف طبعا كيف ممكن الأسرة حتى تأثر على الطاقة. طبعا الأسرة هي مركز الطاقة المقرب اللي بيقدر الإنسان يكسب منه الإنسانية، هي الإطار اللي بيتعرف فيه على دروس الاجتماعية أيضا. لهيك حرمان أي فرد من أفراد هالأسرة من هالمكان الطبيعي ممكن يؤدي لخلل بتوازنه وأيضا طاقته، اللي نحن نحكي هلأ عن تفاصيلها أكثر. نور، أكيد زينب، بالآونة الأخيرة سمعنا بشكل كتير كبير قديش عن الكارما وتأثيرها قانون الجذب. إذا فينا فعلا نحن نتحكم فيه نطلع عليه لأنه بيأثر على حياتنا وكيف فينا نجذب الطاقة، وخصوصا اليوم دائما بنسمع كثير من الناس إنه الطاقة سلبية، ما عم بقدر يكون بكامل طاقتي، وقديش فعلا هي بتأثر على الجسم وعلى حياتنا بشكل عام. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا السيدة غدير بغجاتي اختصاص يوغا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، صباح الخير والطاقة. صباح يعني حتى الخير الألوان لابستي ألوان هيك طاقة حلوة. خبرينا سيدة غدير، يعني اليوم نحن عم نسمع كثير عن علم الجذب، قانون الجذب، علم طاقة الكون، لكن دائما ممكن إذا نطبق بطريقة غير صحيحة يجذب الأشياء غير الصحيحة أو حسب التفكير. يعني إذا فكرنا بأشياء سلبية ممكن تنرد سلبا، إذا فكرنا بأشياء إيجابية تنرد إيجابا. ممكن هذا المحور الأساسي للطاقة وجذب الطاقة. خبرينا بالبداية شو هي طاقة الكون بداية؟ يعني هاي ما بدها لقاء صباحي سريع، هذا سؤال كتير ضخم، وهذا سؤال بده جلسات مطولة العلاقة بالفلسفة العلاقة العلاقة. فنحن في فلسفات كتير وكل حدا بيروح باتجاه بيعرف باتجاه. مبدئيا ببساطة شديدة السؤال الأزلي عند الإنسان منذ وجد على هالكون بهالكون هو من أين أتيت وإلى أين سأرحل؟ صحيح. تمام؟ ما هذا الذي يسير هذا الكون؟ هي الأسئلة البديهية اللي هي بنفس الوقت معضلات معاناة الإنسان. صح. إنه من شو أنا متكون؟ هون بتجي رحلة إنسان الواعي للتعرف على ذاته، شلون بده يتعرف بحثا عن هي الأجوبة. هون بتجي بيجينا علم اليوغا بيقدم أجوبة. هو علم قديم كتير وبيتعامل مع الفطرة الإنسانية، مع فطرة منذ بدء الخليقة، مثل ما بيقولوا خليقة الوعي الإنساني اترافقت معه اليوغا، هيك بيقولوا بالهند يعني. فهون بيتعلم عن حاله، بيقدر يستكشف أكثر، هي رحلته. هون بيجي بده يعرف الخط الواصل بينه وبين منشأه، بين أو انتمائه كمان لهذا الوجود بشكل كامل. هل هو السيد الأعلى لهذا الكون، ولا هل هو جزء من الطاقة الكونية المتدفقة الدائمة؟ هون وقت بيلقط وبيكتشف، وإن اكتشف أو ما اكتشف هو هيك إنه هو حيكون في عنده هذا التدفق الانسيابي مع الكون. مثلا خلينا نبسط الامور، ما بدنا نروح كثير بالفلسفه عند الصبح نلبيك العالم. بكل بساطه نحن مثلنا مثل كل العصافير ومثل كل الحيوانات، مثل كل الكائنات الحيه على هالليل، لازم نفيق الصبح وننام بالليل. الانسان الحديث نتيجه ضغوطات الحياه تبعه غير البرنامج، شو صار معه؟ طاقته انخفضت. صرنا نسمع هالتعبير دائما، طاقتي منخفضه، صار لي شربان دولتين قهوه من الصبح وما عم صحصح. طب ما عندي طاقه انت اليوم. شلون كنت عايش؟ شلون كان مبارح؟ يا ترى شو الافكار اللي مرقت بذهنك؟ شو التعب اللي كنت عم تعاني منه مبارح والاسبوع الماضي والشهر الماضي والسنه الماضيه؟ هذا كله تراكمات حتؤدي لعثرات بتدفق الطاقه بجسدنا. تمام؟ هالجسد المادي عندنا جسد موازي له هو الجسد الهالي او الجسد الطاقي. هالجسد الطاقي عنده مجموعه نقاط بيسموها الشاكراز او نقاط تفعيل لها الطاقه، مسؤوليتها جذب الطاقه، تخزينها،
وإعادة توزيعها على هذا الجسد، تأكيد إنه المسارات الطاقية دائما تكون فاتحة، دائما في تواصل عملية تكاملية ما بين الجسد المادي والجسد الروحي. يعني إذا مرض الجسد المادي، الجسد الروحي بينزل بيتعب بتهر طاقته، بينما العكس الجسد الروحي وقت يكون واحد مريض بيشوف حدا بيحبه شو بيصير؟ لك هلا شفناك بالفرشة شباك صار عيونك عم تبرق وصرت طالع وناط، ليه؟ طاقته ارتفعت. الأمر كتير بسيط وكتير سهل وكتير سلس، بس لنقدر نتعرف على ذواتنا من خلال الهدوء، التنفس، شوية علم، شوية تمارين. هون إذا في عندك سؤال أكيد فضل. نحن يعني نحاول قد ما فينا يمكن نبسط للمشاهدين لفعلا يكون هو سيستم حياة أنا قادر فعلا أدمجه يوميا أو أقدر بخطوات بسيطة. خلينا نحكي عن تأثير الطاقة في حياتنا اليومية بشكل عام. فعليا يعني أعطيتي بعض الأمثلة وهي صحيحة. اليوم مثلا أحيانا بكون بين أحاديث شخصية، طلعتي على الصبح على الشغل كذا، أنا ما عندي طاقة، تعبانة. فعلا بيكون مثلا مر بنهار في ضغوطات، أو بالأحرى كل اليوم عم يكون في ضغوطات بسبب الظروف المعيشية الحياتية الاقتصادية. كيف فيني أنا نوعا ما ضمن هاي الضوجة كلياتها أقدر أعمل كنترول وبلش خطوة بخطوة أعمل إلى تأثير فعلا إيجابي بحياتي اليومية؟ كتير حلو السؤال، كتير حلو السؤال، إنه الإنسان يا ترى هل هو قادر على التفاعل مع حياته بطريقة لطيفة أكثر لطفاً وهدوءاً، ولا لا هو عاجز ضمن الضغط السائر الحوالي؟ دائماً في عنا ضغوطات، ضغوطات كلنا مو بس كشعب، إحنا بسوريا دولياً وعالمياً الإنسان وصل لمرحلة من التطور التقني اللي صار يعرف كل شيء عن أي شيء، وهو عم يبحث ليتعرف أكثر، ونسي الشيء الأهم اللي هو عم بيعيش خبرته البشرية من خلاله هو هذا الجسد. صحيح؟ جسدنا نسيناه إنه منقوصة، مو مشكلة هلا عندي شغل، ركبتي عم توجعني، من أيمتى؟ والله ما عاد أتذكر، يمكن من سنة. معقول؟ طيب معقول؟ نحن ننسى حالنا، ننسى شعورنا بأنفسنا، ننسى جسدنا لسنة، لشهر، لأسبوع، ما بيصير. هذا عامداً متعمداً الإنسان عم بينزل طاقته، لأنه هو إذا وعي، فقط وعي. هلأ حكيتي بمقدمتك الحلوة أنه نحن بس نوجه تفكيرنا نحو شيء ممكن نجذبه. كيف؟ خلينا نعطيهم هذه المفاتيح لكل، يعني نبلش بكل بساطة. الوجع طرقنا، وقعنا، وجعتني ركبتي، ما تعملي شيء لحظتها، ما تتابعي حياتك، ما تعطيها الاحترام الواجب تجاه ركبتك، عادي تنفسي بس ما تعملي شيء ثاني بهدوء. ما منسبسب ولا منلعن ولا مننزعج ولا منقول امبارح انطرقته، كل يوم انطرقته، عرفتي موشح السيناريو هذا اللي ينكر الفيلم من الاول. لا 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 لا، بس نقعد لو بالارض وقعتي خلي ماشي، ما نفكر بتيابنا توسخت ولا نشقت، نفسي هاي الاهم، هاي ركبتي بحبها بوجه لها نفسي عليها، هي تقنية يوجية بسيطة، إنه نحن نسترخي شهيق، نتخيل الزفير عم يطلع من الركبة. أول مرة بتسمعيها بتتفاجئي شو يعني الزفير بده يطلع من الركبة، بس إذا جربتي دايما بيقولوا الحكماء اليوغا 99% من اليوغا هي تطبيق، 1% معرفة. أنا بقعد بحكي لكم عن اليوغا من هلأ لبعد بكرة، فهمتوا شي؟ حسيتوا شي؟ بس إذا قلت لك عادي خدي نفس لمدة دقيقة، أكيد حتعيشي خبرة روحية تطورية ما بقدر أنا أحكي لك عنها، أنت حتحكي عنها أو بتأثري ما تحكي، والأفضل تعيشيها تتابعي.
بما أنه عم نحكي يمكن عن قانون الجذب وبعض مفاتيح اليوغا، لأنه مثل ما قلتي هو علم كتير واسع، أكيد. ما رح نقدر بكم هيك عم ناخد لمحات مفاتيح عنه ومعلومات. خلينا نحكي اليوم كتير من الناس عم تقرأ عن قانون الجذب لتتخلص من الضياع اللي عايشته يعني مستقبل، كضغوطات نفسية، حتى تجذب المال، السعادة، يمكن الصحة، الرضا النفسي أو القناعة. وفي إلى كمان شروط قانون الجذب، أنه له أكثر من شرط مثل اليوغا، هو مرتبط باليوغا لأنه اليوغا فيها تأمل وبالتالي مثل قانون الجذب. خبرينا عنه. وبنفس الوقت كثير عم نسمع جملة الكارما واللي عم نقراها طبعا مع مهاتما غاندي مرفقة بصورته بعد عن أقوال الكارما، فخبرينا شو هي الكارما كمان. هلا سؤالك منفصل لجزئين، بدنا نحكي شوي عن قانون الجذب اللي صارت موتو من قريب العشر سنين او 20 سنه، صار في مدربين الكل عم يحكي عنه والمدربين وكذا. مبدئيا اذا بدنا نتعلم الحياه، الكون مسير بقوانين، في صحيح. قانون الزراعه، قانون الحصاد، ما تزرع تحصد، ما معقول تزرعي بندوره ويطلع لك خيار، بالمنطق يعني في الحياه هيك. ف نحن بس نتعرف على القوانين المسيرة لهذا الكون وننساب معها، نتدفق معها. من أحد القوانين، اليوم رايحة على عرس مرعوبة، كندرتي خايفة، كعب كندرتي ما بعرف ليش جاييني وسواس، يمكن حاسسني قلبي لا بدي انتبه، لا بتطق كعب كندرتي. مو أنا ولا أنتي، كلنا صايرة معنا هاي الحادثة، صح. تبع أنه نحن خفنا من شيء عملنا. بزماناتي كنت بعمل تدريب تي أو تي تبع البرمجة اللغوية العصبية المدرب، قلت لها للمدربة أنا الموضوع اللي طارحته كتير مؤثر بس خايفة أبكي أنا وعم بعرض، متمافي حكيت جملتين وبلشت. المدربة بس لخلصنا قالت لي لأنك قلتي خايفة تبكي بكيتي، فلا تخافي لا تحطي هالموضوع، يعني موضوع نحن تآلفنا مع الخوف، الخوف انوجد لحتى يحمينا ويحمي جسدنا المادي والروحي والنفسي، نحمي نفسنا، هذا إجا بتكويننا بتركيبتنا الإنسانية. لكن نحن نستخدمه استخدامات خاطئة بعض الأوقات، لأنه ما عاد في كتير شغلات بتهدد وجودنا البشري، صار في كلها أفكار، صحيح. هون بتجي موضوع، نرجع لموضوع الجذب، أنه إذا فكرتي بشي بتجيبي. تمام؟ يعني فينا نقول في كارما سلبية وكارما إيجابية؟ ها كتير سؤال مهم وحلو وعم يعمل التباس كتير. الكارما هي فعل يرتد على صاحبه، أو الفعل ورد الفعل، وبالتالي ما في إيجابي وسلبي، لأنه الكون مؤلف. إذا نتذكر أنا كتير حلت لي معضلة الصورة تبع الين واليان، هي الدائرة اللي فيها الأسود فيها نقطة بيضاء والأبيض، أبيض فيها نقطة سوداء، هي كتير عملت لي حالة من فهمت هيك استوعى أنه ما في شيء اسمه إيجابي كامل بالحياة، صحيح. في شيء سلبي كامل بالحياة، ما هي حالة تفاعلية وفيها تطوير دائما، فيها مسيرة على الأقل مسير، أنت بتختاري وين بدك تروح، وقت بتركزي على الشيء الإيجابي اللي أنت برأيك إيجابي اليوم ركزي عليه ممكن تحققيه، والسلبي لا تفكري فيه نهائي. تمام؟ لأن بس لتحصلي على الإيجابي اللي أنت كنتي عم تركزي عليه أكيد مع الوقت حتشوفي الجانب السلبي منه، وبنفس الوقت المفاجآت الغير سارة بالحياة اللي نحن بنعتبرها سلبية مع الوقت حيتكشف واو لو ما صار هيك ما صار هيك. أنا لو ما تخانقت مع مديري بالشغل وطردني ما كنت لقيت فرصة العمل الرائعة اللي أنا فيها هلأ، عرفت كيف؟ فدائما نتذكر أنه ما في شيء عبث، وكل ما نزرعه نحصده، وكل شيء والفكرة هي زرعة، هي بذرة، بذرة عم تزتيها بالكون وانت حتحصدي النتيجة بالضرورة، لأنه هذا المنطق، هي قانون كوني، والفكرة هي ذبذب
والذبذبات نرجع بالكارما، هي الذبذبة اللي منتركها بالكون نتيجة أفعالنا وأفكارنا. كتير مهم ننتبه أفكارنا. صح. طب خبرينا، في أشياء طاقة عالية ممكن تأثر على الإنسان؟ أكيد أكيد، نحن عم نتلوث مع الوقت، ما هيك؟ بحياتنا، بالانفعالات، المشاعر، ممكن تكوني طالعة بمزاج كتير رائع، تشوفي اثنين عم يتخانقوا بالشارع، تقولي انتزع مرائي كل النهار، صح؟ كيف بدك تحسني مرائي كل النهار؟ بالعودة للطبيعة. كيف بدنا ننظف هي الهالة اللي الذبذبة طبعاً؟ نحن مين؟ انت عادة بترجعي لعند أمك كنا صغار، أمنا منخاف بتضمنا، وتصرنا كبار أمنا مو دايماً متواجدة قدامنا، فبس الكون، الأرض، الطبيعة دائماً متواجدة. فنحن إذا بس مسكنا تراب مثلاً ممكن نروح طاقة سلبية منا وناخد الإيجابي. إذا طلعنا على شجرة مع نفس وطلبنا منها هيك من الكون إنه معلش بدي هدي، وما ضروري تطلبي منها، أنت وقفي تحت الشجرة ما بيختلف شعورك، تعرفي على هذا الشعور. كتير مهم إنه الإنسان يتعرف على مشاعره، بيقول لك أنا عم شوف هالعالم ما بعرف بتضايق، ماشي تعرف على شعورك. نحن عم نلتهب بضوضاء ضخمة، بضوضاء الحياة. وهلا كثير ناس عم تحضرنا بتقول هذا الحكي ما فيه طبقه، يعني هي الفكرة انه مشاغل الحياة مثل ما قلتي وضجيج الحياة والمشاكل اليومية والضغوطات هي بتاخذنا لمنحة آخر. في كثير ناس ممكن تقول انه هذا حكي ما فيني طبقه، بيكون عم يحضرونا نفسه. بس انا كيف فيني يعني اعطي الناس بعض الخطوات وانا بركز عليها كيف يتعاملوا مع الكارما؟ هي بالاخير يعني تعامل ورد فعل، يعني انا ما تعاملت حتى مع نفسي بشكل صحيح يعني الرد علي بتجي. ففيني انا اقول مثلا بعض الخطوات كيف فيني اتعامل مع هالكارما ضمن هيدا الضجيج، يعني غير اني مثلا هيدا الاسترخاء او هيدا التامل، خطوات فعلا عمليه فيني نفذها من خلال افعالي. يعني هي نقطه كثير مهمه، الكارما نحن مفهومه عند الكل انه هو فعل يعود اليك، اذا كان ايجابي يعود اليك واذا كان سلبي يعود اليك. اكيد. هلا موضوع الافعال، هلا انا حكيت لكم قبل شوي انه هي الفعل لحاله مو هو كل شيء، الفكر، لانه الفكر هو اي فعل نابع من الفكر، تمام؟ في عنا سلسله اسمها فكر مشاعر سلوك، هذا قانون كمان صحيح. احنا بتجي بيربالنا فكره او حدا بحفزها او نحن بتجي تمرق لسبب ما، تحرك عنا شعور، هذا الشعور إما بالانشراح أو بالانقباض، تمام؟ هذا الشعور حيأدينا لسلوك، إما الابتسام والإقبال أو الإحجام والتكشير، تمام؟ الكارما هي بس الوعي للذات، الوعي للفكرة، الوعي للسلوك. دايماً حاجة نراقب بعض، حاجة نراقب الحياة، حاجة نتذمر من الحياة. الحياة هي حياة ماشي وبتزت لك أشياء حلوة ومو حلوة، بس ركزي على حالك واستلمي يا أختي. واقفة اعتبري هدي اللي بتعرفون اللي بيزت الطابات، طابة حمراء وطابة بيضة، طابة حمراء وطابة، لا تستلمي، بدك تستلميهم، فأنت على الأقل اختاري تحتفظي بالطابة اللي بدك ياها تحمليها معك، لا تحملي الموضوع معك، يعني الشيء اللي خلاكي تنفعلي لا تحملي. بنرجع لتوضيح فكرة الكارما، أي شعور تمسكتي فيه عملتي كارما رجع لك، فمشان هيك فلتي لا تمسكي، لا تخلي قلبك لقاطة، يعني يلقط كل شيء سلبي ويقول لي شكل حياته ماشي. هي القصة. هلا يمكن في شغلة كمان مثل ما قلتيها عبر حديثك، مرافقتنا كلياتنا اللي هي الفكرة السلبية اللي بتجي على راسك أحيانا، يمكن من موقف، من مشهد شفتيه، من حدا مقرب أثر عليك نفسيا بالعقل أكيد. الباطني أكيد. فبتجي هالفكرة السلبية مع أنه أنت بتكوني مقبلة مثل ما قلتي على خطوة، إن كانت شخصية عاطفية، خطوة شغل،
شغل، خطوة مثلا سفر، فبتجي أفكار أحيانا وتطبق مثل ما قلتي، يعني بتصير مع الشخص إذا صارت سلبية أنه خلص ما رح تزبط، لا خلص فعلا ما بتزبط. اليوم نحن عم نعاني منها كشباب هي الأفكار، كيف فينا ندرب حالنا على أنه الأفكار السلبية ما نخليها تسيطر علينا، وندرب حالنا بانه لا انا بدي اخذ هذا الشغل بالرغم من انه اجت الفكره السلبيه بس نقيمها نتخلص منها، كيف فينا؟ طيب يعني التركيز عليها. نرجع لفكره معرفه الذات، مين انا؟ مين انا؟ هل انا فكري؟ هل انا جسدي؟ هون المهم نتعرف انه انا هذا الجسد نفسه، انا كبرت بس انا شعوري لساتني انا هديك الصغيره، يعني ما عندي شعور داخلي فعلا. ويمكن تسألوا أهاليكم، تسألوهم بشكل جدي أو أي حدا كبير، أنه أنت مصدق أنك كبرت؟ لأنه هو مو هاد، أنا مو التجاعيد اللي على وجهي، أنا مو المرض اللي عندي لا سمح الله أو أي شيء، أنا مو الخبرات المؤلمة اللي عشتها، أنا الحدا الثاني الفرحان بالحياة اللي صاحبك وقت ولد بس بعدين ضحك وقت اللي اخذت كل الشباب بالكنترول عم يالك بدنا نحاول نطبق هذا الحكي بس ما بعرف اذا صح اذا صعب ولا لا. بنقدر بنقدر كلنا بنقدر، مهاره موجوده عنا. فاللي بنرجع على قصه الافكار، الافكار بدك بكل بساطه الحياه بوفيه مفتوح، رحتي على مطعم البوفيه مفتوح، اكلتي من كل شيء، شو صار معك؟ تخبصت معدتك ورضتي ثاني نهار، اوكي؟ بدك تختاري، مو كل شيء يبرق ذهبا ولا كل شيء يبرق مفيدا، بدك تختاري انا شو بيقول لي. القطه تعرف وقت بتمرض بتصوم تبطل تاكل، او بتختار العشبه، كل الحيوانات اللي عايشه بالغابه بتعرف وين تروح، والانسان نفس الشيء، الانسان نفس الشيء تماما عنده هالغريزه، لكن احنا بعدنا عنها بضوضاء الفكر والركض والانجاز، وهما انه نحن اذا ركدنا بنحقق اكثر. ولكن اذا عملنا ستوب ورجعنا حنلاحظ انه لك حققنا اكثر بكثير بكثير. هلا هذا الحكي حلو، ونحن عم تلاقينا عم نحاول فعلا نطبقه، بس هلا رب الاسره اللي عم يتابعنا عم يقول انا همي يعني هلا فعلا امن الحياه المعيشيه اليوميه لاولادي، انا كيف فيني فعلا اسرقه من هي الحياه هي الدقيقتين وخليه يعمل كنترول، يعمل هي الطاقه؟ للأسف هذا قرار شخصي، قرار شخصي. هل أنا قادر؟ بعدين الأمثلة كتير واسعة، قديش بيقولوا لك شو في هذا، في فيديوهات عن هذا الشاب اللي بدون ايدين بدون رجلين، شو في هذا عنده شلل رباعي بس كان رسام بلسانه هذا. صحيح صح، أنا فيني أعطيه أمثلة كتير وأقول له كتير، بس إذا هو ما حس بعتذر، ما بقدر ساعد حدا ما بده يساعد حاله، بده يصدق انه انا استطيع بما اني موجود وبهالصدفة. طب وسمعت حكي كتير، ليش انا عم بعطي اذني على كل شيء بسمعه؟ طب اختار هذا الحكي ما عجبني وما اقتنعت فيه، طب جربه لو مرة. بتروح عم تشتري زيتون بيقول لك الزلمة طيب، بتقول له لا ما بحب الاسود، بيقول لك ذوقه. طب والفكرة نفس الشيء، بوفيه مفتوح، اختاري صحيح. اختاري فكرك بكل لحظة. هون بيجي مسؤولية الوعي، الوعي الوعي صحيح. نعم يعني أنا بدي أتشكرك على هالطاقة الإيجابية اللي عطيتينا إياها، وأكيد يعني فعلا مقولة توقع ما تتمنى كل متوقعات هي صحيحة 100%، ودائما بنقول للناس خاصة بسوريا بهي الأوضاع ما عندنا غير طاقة الأمل، إنه نقول أكيد. بكرة أكيد رح يكون أحلى أكيد. بكرة أكيد رح تفرج، وبكرة أكيد يعني رح تتحسن الأوضاع وتتحسن أوضاع كل العالم يا رب. شكرا لك ولوجودك، وما بيتحسن غير من قرار شخصي نابع شخصي، اكيد لانه نحن طول ما انت عندك اراده فعلا نصنع واقعنا طبعا. هون بدنا نرجع للسؤال اللي كثير مهم، بحب انه ذكر العالم فيه، تذكر مين انا اكيد ولا شيء شيء، وحبوا حالكم مثل ما قلتي، حبوا حالكم وفرحوا ان شاء الله هيك يعم الفرح، فرحوا بهالحياه يملأ قلوب كل الناس، وسناولوا اللي بفرح ولا وكبوا اللي بيزعل ان شاء الله يا رب، هيك الفرح يملأ قلوب كل الناس يا رب،
تنفرج الحياة على كل الناس. نتشكرك ست غدير بغجاتي اختصاص يوغا على وجودك معنا، ودائما تمنحينا طاقة إيجابية. الوقت بيخلص معك بسرعة، يعطيك العافية. شكرا كثير لك. شكرا للفرصة الحلوة اللي عم تعطوني إياها عبر الإخبارية. وصباحنا غير. أهلا.